تعليق على موضوع ينضم الينا عبر سكايب من لندن المتخصص بشان الايراني الاستاذ حسن راضي. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. صحيفه مينت بريس نيوز الامريكيه في تقرير لها تقول بان بولتون يرى الحل ازاء ايران في تغيير النظام الايراني. هل ترى بان التحركات الامريكيه ذاهبه ربما الى هدف تغيير النظام في ايران؟ ربما. طبعا هو لا ننسى انه هدف يعني الولايات المتحده الامريكيه كما هو وكما هو معلن تغيير سلوك النظام الايراني، لكن على ما يبدو لحد الان النظام الايراني لم يغير سلوكه خاصه في المنطقه، وايضا سياسات يعني ايضا تجارب الصواريخ البالستيه واستفزاز العالم وغير ذلك. اذا انا اعتقد التحركات الامريكيه العسكريه في المنطقه، زيارات المكوكية للرئيس وزراء رئيس أو لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا لمستشار الأمن القومي الأمريكي، وأيضا دعوة وزير خارجية أمريكا لعقد قمة في بولندا في الشهر المقبل، أضافة على الترتيبات يعني في للمسؤولين الأمريكيين في يعني في البيت الأبيض والكونغرس وغير ذلك، يوحي بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك لأكثر من تغيير السلوك النظامي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق حل العديد من الميليشيات، أيضا حلحلة التسريع في حلحلة الأزمة السورية سياسيا. هناك أيضا جون بولتون أيضا يعني نصب أحد الصقور المحافظين ليكون يعني رئيس مؤسسه جديده سماها مواجهه يعني اسلحه الدمار الشامل الايرانيه، وهذا الشخص ايضا معروف بمواقفه المتشدده تجاه طهران، وادعى قبل ايام في خطابه في الكونغرس قال على الولايات المتحده الامريكيه ان تنتهج خطه او مشروع ريغان لتفكيك الاتحاد السوفيتي في مواجهه ايران. بمعنى كل هذه التحركات وكل ذلك يعني التصريحات والتحركات الدبلوماسيه والعسكريه والامنيه في المنطقه توحي بانه الولايات المتحده الامريكيه على اقل التقدير لديها خطه بدات تجهزها، وايضا تجهز الراي العام الدولي لتغيير النظام الايراني في حال فشلت او يعني في تغيير سلوك النظامي او في حال استمرار النظام في سياساته يعني الاستفزازيه او يعني في خاصه في المنطقه. لكن هل فعلا الولايات المتحده قادره على اسقاط النظام الايراني؟ بطبيعه الحال قادره الولايات المتحده الامريكيه، لو قارنا يعني ما تمتلكه الولايات المتحده الامريكيه من تقنيات كبيره ومن اسلحه ومن ايضا تحالف تستطيع تجيشه يعني بسرعه كبيره في المنطقه، اضافه على الوضع الداخلي المزري الايراني من حيث يعني الصراع الداخلي بين تيارات النظام وايضا الوضع الاقتصادي المتردي، الاحتجاجات هناك حسب اخر التقارير هناك ما يقارب الالف احتجاج يعني ومظاهره خلال عام 2018. بمعنى الوضع الداخلي الايراني مهيئ ليس فقط لاسقاط النظام الايراني بل حتى لتفكيك البلاد اذا ارادت الولايات المتحده الامريكيه. نعم، صحيفة وول ستريت جورنال تقول بأن بولتون طلب من البنتاغون ضرب أهداف إيرانية في سوريا والعراق بعد قرار أمريكا سحب قواتها من سوريا. يعني هل تعتقد بأن مثل هكذا طلب من الممكن أن ينفذ قبل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، أم هو أمر من الممكن أن ينفذ بعد الانسحاب، أم أنها مجرد تصريحات إعلامية فقط لا غير؟ لا طبعا بطبيعه الحال يعني ضرب القوات الايرانيه والقواعد الايرانيه خاصه في سوريا هو يعني جاري على قدم وساق، يعني لحد الان يعني اسرائيل ضربت ما يعني ضربت ما يقارب ال 200 ضربه عسكريه للقواعد الايرانيه والقوات الايرانيه في سوريا، وايران حتى لا تستطيع ان ترد على تلك يعني العمليات، بمعنى انه ايران ضعيفه ولا تستطيع ان يعني تواجه الدوله مثل اسرائيل او الولايات المتحده الامريكيه عسكريا، وهي يعني ولا تستطيع حتى حمايه تلك القواعد وقواتها في المنطقه، لذلك التواجد الايراني تعاظم بسبب سكوت الدول الكبرى وخاصه الدول العربيه لذلك. ولكن اذا هناك خطه عمليه تستهدف القوات الايراني والتواجد الايراني في المنطقه، بطبيعه الحال ايران لا تستطيع حمايه قواعدها ولا ميليشياتها، لانه لا تستطيع دخول حرب مع اي دوله، لانه وضعها الاقتصادي ووضعها السياسي ووضعها الامني وايضا وضعها الاقليمي كله لا يسمح
بأن تدخل إيران حرب، لذلك نراها لا تستطيع الرد على كل يعني العمليات التي استهدفت القوات الإيرانية في سوريا، وهذا يعني السيناريو ذا تكرر في العراق أيضا. إيران لا تستطيع الدفاع عن قواعدها أو ميليشياتها في المنطقة، لأنه إيران يعني تعاظم وجودها ومشروعها في ظل عدم وجود أي ضربات عسكرية أو أي مشروع ضدها. يعني أيضا نرى أنه رغم كل الضربات التي وجهها التحالف العربي للميليشيات الحوثية التابعة لإيران، إيران لم تستطع بشكل مباشر الدفاع عن الحوثيين، وبقى يعني دعمها بشكل غير مباشر من خلال يعني مساندتها ويعني إعلاميا وسياسيا أو إيصال الصواريخ البالستية التي وصلت إلى اليمن قبل يعني شن الحرب على اليمن من قبل التحالف العربي. ظلت أوروبا تدافع عن إيران لمنع فرض عقوبات أمريكية عليها، وبعد يعني عدم إخراجها أو عدم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، لكن بعد قبض السلطات الألمانية على جاسوس إيراني في الفترة الراهنة، كيف ترى الموقف الأوروبي من إيران بعد هذه الواقعة؟ طبعا هناك أحداث كبيرة حصلت في يعني في موقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، إضافة على يعني الجاسوس الإيراني في ألمانيا. هناك أيضا صرح قبل أيام، صرحت هولندا بأنه من يقف وراء الاعتداء يعني الاغتيالين الذي تم في هولندا على أراضي هولندا، أحدهم في العام الماضي الذي استهدف القيادي الأحوازي أحمد مولا، وقبله عام 2015 استهدف معارض إيراني، كانت إيران تقف وراء هذا الحدث. أيضا هناك اكتشاف كثير من الخلايا التي كانت تخطط للأحوازيين والمعارضة الإيرانية في الدنمارك، كشفت، وفي السويد وفي فرنسا. يعني الآن الموقف الأوروبي بدأ يتغير بعد كل هذه الأحداث وبعد كل تلك الأعمال الإرهابية التي قامت وتقوم فيها إيران في أوروبا. يعني أيضا التصريحات لم تقف إلى حد أنه وقف الإرهاب الإيراني في أوروبا، بل وصلت تصريحات مثل ما صرحت فرنسا أنه ينبغي على إيران وقف تجارب إيران الصواريخ البالستية، وأيضا يعني أيضا الكثير من التصريحات وحتى العقوبات التي فرضتها أوروبا على إيران فيما يخص البنوك يعني الأصول الإيرانية والجهاز المخابرات الإيراني، كله يدل على أن هناك تغيير بدأ يعني يلوح بالأفق من الدول الأوروبية، ونعتقد سيكون على كل أصعدة. الأستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.